بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاث الثقة. خوتي، عودة لصالون كوكياج بحلة جديدة. هذا الصالون اللي من صنع ورشات أثاث الثقة، عودنا جبنا لكم خوتنا بعقلية جديدة كما نقولوا بالعلمية. نتمنى يكون نال إعجابكم. قبل ما نبدأ لكم في الشرح تاعو نقول لكم أبوني معنا فضلا وليس أمرا، ونبداو بالشرح تاعو على بركة الله. طلوا بلاص تاعو خاوتي، صالون كوكياج الخدمة تاعو معروفة خاوتنا. نبداو بليبيا خاوتنا كيما راكم تلاحظوا فيهم مخدومين اون بوا ادر. بالنسبة لا فينيسيون تاع الخياطة 10/10، هاد لو صالون توجور مطلوب بلا ماتيير بريمير، كسوا من ناحية لو بوا ولا لو تيسيو ولا القاعدة تاعو. نهضرو شوية على القاعدة خاوتنا، توجور في الدي 30. أما بالنسبة لو تيسيو راهو اون تيطاش، لا كاركاس اون بوا روج خاوتي. بالنسبة لو صالون راكم تشوفوا فيه ولاحظتوا بلي راهو يتخدم بدو ديفيرون كولور خاوتي. من هذا المنبر نقدر نقول لكم باللي تقدروا تخيلوا اي لونين تحبوه في هذا لو صالون. بالنسبه للظهر تاعو، شوف الله يبارك الخدمه بزاف بزاف متقونه. ها ليكم دي بلاص فيها نفس المواصفات تاع 3 بلاص، خدمه واحده حاجه مانيفيك كيما راكم تشوفوا فيها. لو صالون كوكياج اللي دائما وابدا نبقى نبروبوزي للناس اللي عندهم الذيق. نعم ايه، الناس اللي عندهم الذيق نقول لهم لو صالون كوكياج يناسبكم خاوتنا. الناس اللي ساكنين في لاديال البيبي خاوتنا، اي حاجه لو صالون كوكياج هو لي ناسبكم، يناسب كامل الجزائريين. هاي ليكم الامبلاس تاعو لا فينيسيون افون اريير، القاعده تاعو بزاف بزاف مريحه. لو صالون كوكياج اللي استفادوا منه بزاف بزاف ناس، تمنى انتم ثانيك تستفادوا منه. الناس اللي محبين يستفادوا بصالون شباب خاوتنا يقدروا يستفادوا من لو صالون كوكياج الاصلي. سطروا على هاد الكلمات خاوتنا، ننتقلوا نروحوا نهضروا على السعر تاعو. بالنسبه للسعر تاع لو صالون كوكياج خاوتنا 12,800,000، وفي توصيل جميع الولايات. اي واحد راه حاب يحجز لو صالون، ارقام راهي ظاهره في اسفل الشاشه، ما عليكم غير تتصلوا بنا ونجيب لكم لو صالون حتى الباب الدار. وبيان سور اي حاجه تخرج من اثاث الثقه الا وكانت مع لا غارونتي. هذا هو لو صالون، نتمنى يكون نال اعجابكم. ماذا بيا نقرا تعليقاتكم، ورانا توجور هنا في الخدمه. كان معكم الاخ عبد الرزاق، نتلاقاو في فيديو واحد اخر، وصلوا لواحد اخر، وبث مباشر واحد اخر، وسلام.